بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أسرة بسيطة. إن شاء الله النهاردة الفيديو ده في جولة داخل محل عندنا في اسكندرية. دخلت قبل كده فيه والحقيقة اشتريت منه شوية حاجات، والخامات بتاعته عجبتني قوي والأسعار عجبتني، فقلت أفرجكم على الحاجات اللي موجودة جوه، بحيث لو حد مثلا من اسكندرية عايز يجيب حاجة منه ولا حاجة، كأن يعني ايه يروح يجيبها وكده بكل سهولة. هو يعني معظم حاجاته او 99% من حاجاته قطن مصري بيور، سواء تيشرتات رجالي حريمي بناتي، في كمان بيجامات، وفي هدوم للبيت للستات برضو، وفي كمان بنطلونات جينز. يعني مثلا دي بيجامات اهي اللي انا بفرجكم عليها، دي كلها جميلة جدا زي ما انتم شايفين قطن، وكلها في حدود 130 جنيه. اهي برضو البيجامات دي اللي هي برضو نفس الحكاية ب130. هنكمل بقى مع بعض ونشوف التيشيرتات كمان. يعني مثلا بيجامة زي دي، بيجامة شورت طبعا الصيف داخل وكده بناتي طبعا، البيجامة الشورت دي كانت ب50 جنيه او ب60 جنيه، طبعا للمقاسات الصغيرة الصغيرة اللي هم ايه يعني المراهقات كده تمام. وهنكمل برضو مع بعض في المحل. نيجي بقى للتيشيرتات اللي تنفع للخروج. في تيشيرتات بنص كم، والحقيقة اللي انا لاحظته ان في مقاسات كمان منها، يعني في كذا شكل. اللي نص كم دي مثلا ب70 جنيه، التيشيرت قطن وجميلة كده للصيف وحلوة بصراحة، يعني الحاجات القطن بتريح اكتر. شفت كمان برضو جنبهم، يعني هي كل ده احنا في التشكيلة اللي هي بنص كم. في بقى تشكيلة التيشيرتات اللي بكم، انا شايفة كذا شكل وكذا لون والمقاسات موجودة. دي ب80، يعني ام نص كم ب70، وام بكم والتيشيرتات اللي بكم اللي هي القطن ب80 جنيه. وزي ما حضراتكم شايفين اشكال متنوعة طبعا، يعني في ناس غاوية القطن، في ناس تحب لبس القطن جدا بتستريح فيه، كمان هو كمان مفيد للجسم، يعني ما بيعملش اي حساسية او حاجة، وحلو جدا في الصيف. زي ما حضرتكم شايفين اهو كذا شكل كذا لون. رجعنا للبيجامات تاني اللي شفناها في الاول، بقى بوريها لكم كده من بعيد. البيجامات كذا شكل بيجامة قطن طبعا. في برضو البنطلونات، بنطلونات الجنس هناك هم معلقينها بالشكل ده، يعني مش حد قالها وحطتها، لا ده هي متعلقة كده في المحل، مش متعلقة على ستاند ولا حاجة، متعلقة بالشكل ده. في اكتر من حاجة جوه المحل. البيجامات اهي قدامنا، اهي برضو تاني برضو من بعيد، قلنا ايه نصورها عشان تبان لحضراتكم اكتر. في نوعية تيشرتات تانية بقى اللي هي الستاند دي كلها، النوعية دي الواحد ب45 جنيه. طبعا هو انا كنت جايباه كمان كان ارخص من كده، بس هو غلى شوية، ب45 وعليهم عرض. طبعا دول يتلبسوا في البيت على بنطلون على ستريتش على حاجة، الصيف داخل بنلبس كتير فيه. ده نازل، انا قلت سألت الانسة اللي جوه فقالت لي ان الواحد ب45 والتلاتة عليهم عرض ب100، يعني تلاتة ب100. برضو شكلهم متنوع، يعني حلوين للبيت برضو. ايه وعلى فكرة انا شفت منهم مقاسات برضو. في كمان تيشرتات رجالي البولو دي، دي ب120 الواحد، تيشرتات قطن. وهو مع بعضينا في الجولة اهي مع بعض، هنشوف حاجات كتيرة قوي. يعني هفرجكم تاني على التيشيرتات اللي هي اللي قلتلكوا عليها، الواحد ب45 والتلاتة ب100، كذا شكل طبعا وكذا لون. وعلى فكرة في مقاسات كبيرة، ده اللي انا شايفاه اللي انا شفته، حتى بفرجكم عليها. تشكيلة كبيرة، يعني تشكيلة كبيرة قوي، كل الالوان موجودة، كل الالوان، في منها السادة وفي منها الحاجات المرسومة دي، مرسومة على السادة. في برضو بنطلونات، ها
هنلاقي برضو بنطلونات جوه الجولة كده معايا وانتوا ماشيين معايا. في جولة في بنطلونات سويت بانس، في بنطلونات للبيت للبنات يلبسوها واسعة كده، اللي هي الواسعة المريحة دي. ممكن تلبسي عليها تيشيرت، نسقي مثلا عليها بنطلون على تيشيرت وتعمليه بيجامة حلوة. في كده وفي كده، يعني في حاجات لوحدها بتتباع فرداني، وفي حاجات على بعضها تقوم على بعضها. وفي تيشيرتات حلوة قوي برضو تنفع للخروج بقى، الخروج الصبح كده. للبنانيت الحلوة، وفي طبعا المقاسات الكبيرة زي ما انتوا عايزين. في حاجات برضو للبيت وكل حاجة يعني. انتوا بقى اتفرجوا معايا كده. وانا شايفة البنطلونات السويت بانس والحاجات اللي هناك، البنطلونات دي ب60 تقريبا، السويت بانس ب80 حاجة كده. وفي بقى بجامات كاروهات هنشوفها برضو، في حاجات ياما قوي. المحل الحقيقة مليان حاجات زي ما قلت لكم كلها قطن. وخليكم بقى معايا اهو في الجولة واحنا ماشيين مع بعض. ولو في اي سؤال او استفسار ممكن حضراتكم تكتبولي في الكومنتات تحت، وانا برد على اي استفسار، يعني اي سؤال او اي استفسار. بصوا الحاجات دي برضو، هو معظم المحل التيشيرتات اللي هي عليها عرض دي معظمه يعني. حبيت في الجزء ده افرج حضراتكم على اللي هي الحاجة المسيطرة جدا في المحل، او الحاجة الغالبة اللي هي التيشيرتات اللي هي عليها عرض دي. حبيت افرج حضراتكم منها على التشكيلات بتاعتها، مثلا الوانها، في الوان منها، وطبعا كل واحد على حسب ذوق يعني. فمش عارفة قلت ايه، تتفرجوا معايا برضو وتبقوا معايا وتقولوا لي رأيكم. تشكيلة ياما قوي من التيشيرتات دي، التيشيرتات دي ياما جدا في المحل، ياما بمقاساتها بقى، بألوانها المختلفة، باللي عليها تطريز واللي معلهاش تطريز، زي ما انت عايزة. كل واحد على حسب ايه. فيه كمان ممكن في منها اللي هي السادة، ممكن تتلبس كبيزك كده من تحت، مثلا برولو او حاجة او جاكيت. في كمان قسم الاطفال، قلنا ندخل برضو قسم الاطفال افرجكم على الحاجات الاطفال اللي موجودة برضو، حاجات تيشرتات، بيجامات شورت، بيجامات ببنطلون، تيشرتات للسن المحير او كاش مايو كده، حاجات كلها قطن طبعا. برضو قلنا للاطفال برضو نتفرج على الحاجات الحلوة اللي جوه دي بالوانهم بقى، ايه الوان الاطفال الجميلة. في منها طبعا، في منها اطفالي بناتي، وفي منها ولادي بنات بقى، فساتين، تيشرتات، بيجامات. ولاد بقى طبعا شورتات وتيشرتات برضو، تشكيلة كبيرة. قسم خاص بقى للأطفال، أطفال بقى ليهم كده جزء خاص بيهم هم، لو حد عايز مثلا يشتري ايه للأطفال. القسم اللي بره ده كله موجود جزء منه صغير للولاد او للرجالة يعني، والقسم الحريمي والحاجات الحريمي غالبة جدا. لسه موجودين في قسم الاطفال برضو، قسم الاطفال داخل المحل. في حاجات مختلفة يعني، في حاجات للبيت معظمها حاجات للبيت، في كمان الخروج كده اللي هي الخروجة القريبة، مثلا فساتين وحاجات حاجات. في حاجات جميلة جدا الحقيقة. حاجات حلوة للبنانيت الصغيرين وللولاد الصغيرين، قطن كده تنفع للصيف بقى، والصيف داخل بقى والبحر بقى والحاجات الحلوة دي. انا النهاردة خدتكم في جولة معايا في المحلات او في المحل ده،
عشان افرجكم فيها على حاجات القطن، ومعظم الاسعار قلتها لكم تقريبا. برضو الولاد صغيرين رنجهم في 80 وكده. اتمنى يا رب تكون الجولة دي عجبتكم، وتدعولي دعوة حلوة، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب. وزي ما قلت لحضراتكم، لو محتاجين جولات تانية يا ريت تكتبولي في الكومنتات وتقولولي رأيكم في الجولة دي ايه في الكومنتات. ما تنسونيش زي ما قلت في الدعوة، وشكرا على المتابعة، ورمضان كريم وصوما مقبولا إن شاء الله بإذن الله. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.